فأريد أن أخصص معرض فقط ل. منذ مدة وفن التصوير يستهوي الكثير من الناس بمختلف أعمارهم، فبعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية والألواح الرقمية واحتوائها على كاميرات عالية الجودة يمكن من خلالها التقاط الصور ومن ثم تصحيحها بلمسات بسيطة، اليوم وفي العاصمة البريطانية أقيم معرض تنوعت فيه الصور بين كلاسيكية وحديثة، تم التقاط بعضها بالأجهزة الذكية. هذا المعرض هو نتاج أو ثمرة من ثمرات تشكيل جمعية بصر اللي تخص كل ما يتعلق بقضايا الفن البصري. ليش؟ لأنه واقعا البصر يؤسس لحضارة ويؤسس لطريقة في التفكير أكثر من غيره. الشعوب التي نهضت اعتمدت على الثقافة البصرية أكثر من اعتمادها على الثقافة الشفاهية، فإحنا انطلاقا من هذا المبدأ أنه اهتمينا بالجانب البصري، لأن الصورة كما يقال هنالك كلمة صينية أو مثلا صيني يقول الصورة أفضل من ألف كلمة. معظم هذه اللوحات هي تمثل الجيل الثاني من المغتربين، فلاحظنا هناك حياة تمتاز بالأمل وتعكس الظرف العلمي الأكاديمي، فهناك لوحات توحي بعمارة وبناء وأنها لفنانة تشكيلية شابة يعني درست في بريطانيا القسم المعماري كانت ملفتة، وهناك أيضا لزملاء فاجأونا بهذا النوع من اللوحات وهم يعملوا في مجالات أخرى كالطب وغيرها، لاحظنا وجود لوحات وصور فوتوغرافية. لحظات جميلة نسعد فيها، وهي لحظات أقرب إلى محاولة الحياة والإبداع والفن أمام هجمة الموت التي تشهدها بعض دول منطقتنا. جمعية بصر هي جمعية فتية تم تأسيسها من قبل مجموعة صغيرة من الشباب في لندن، قدمت باقة من المعارض وما زالت تتحف متابعيها بمعارض لأفكار جديدة تشمل فن التصوير قديما وحديثا. عندنا مجموعة من النشاطات المستقبلية اللي راح نسويها، من جملتها فنية إقامة دورة في التصوير التقليدي بكاميرات مانوال يدوية، الكاميرات اللي كنا نلتقط بها صور قبل 40 سنة 30 سنة اللي تشمل الفيلم الفوتوغرافي النيجاتيف، ويقومون هم طلاب الدورة إن شاء الله بتحميض الأفلام وطبعها واختيار المناسب من هذا لتكبيرها وإقامة معرض بأعمالهم كلها بأعمال يدوية بالطريقة التقليدية القديمة بالتصوير الفوتوغرافي. لوحاتي اليوم عبارة عن الطبيعة، الخريف والربيع وريفلكشنز هنا عندنا. أنا طبعا التصوير هواية عندي لأنه أنا طبيبة، بس حبيت أنه أقول أنه اللي الناس اللي عندهم مواهب غير عملهم أنه ممكن يبدعون، أنه ممكن يصورون يعني طبيعة أو يصورون الناس حواليهم أو الجمال اللي موجود حوالينا. العراق الجديد والأجيال الجديدة الموجودة بحركاتهم اللي مستنبطيها من الميديا الجديدة، تعبير هذا الولد تعبير ذكي وجميل في نفس الوقت. أيضا حاولنا أنه نعكس الصورة هنا لسيارة تويوتا ولكن نظيفة. العراق دائما الصورة القاتمة يعطوها عنا، ولكن احنا بهذه الصورة ردنا نبين للناس أنه العراق جميل، العراق شباب واعد. وبما أن الصورة تختصر وتعطي بعدا أشمل وتوثق حاضر الأمم وهو أمر مهم جدا لتاريخ الشعوب، من هذا المنطلق عملت جمعية بصر على تهيئة الشباب لهذا الفن واستقطابهم للنهوض بمهمة الثقافة البصرية. اشتركت بلوحتين اثنين صورتين، طبعا هي صورتين هي الوالدي، والدي عبد الحسين العقابي مصور المعروف في بغداد. اختاريت الصور إلى القديمة بالأسود والأبيض ما بين الخمسينيات وما بين الستينيات. أثناء وجوده هو كان أحد موظفي مصفى الدورة في بغداد،
فقسم مصفى الدورة، قسم أحداث يعني شوارع بغداد، مثلا هنا الكاظمية، هنا شارع الرشيد، سلمان باك، هنا كان أحد شيوخ آل فتلة وآل فرعون العزاء مالتهم. أول هاي الصورة هنا كتبت عليها سميتها المصور يتأمل. هو المعروف عن المصور يتأمل ويتخيل، يتأمل الصورة اللي هو يريد يصورها، ثانيا من الإنتاج مالتها يتخيل إنه شلون راح تكون. والثانية سميتها إرث المصور، فهنا الوالد مع صوره ومع الكاميرا مالته ومع الأشرطة السينمائية اللي بالأسود وأبيض، وحتى قسم بيهم بالملون أول ما بدأ التلوين في بغداد. شكرا كثير لاختياري أني أتحدث، أنا الوحيدة السورية بالمكان، لكن أنا كثير معتزة وفخورة أنكم أعطيتوني الفرصة أني أعبر عن شعوري من خلال رسماتي والصور للرسمات. الحقيقة المعرض على بساطته حسيت اللوحات غنية بالمشاعر والأحاسيس الجميلة جدا. معرض عفوي بسيط لكنه ضم لوحات فوتوغرافية ورسوما تشكيلية تناولت مختلف شؤون الحياة، فمنها عراقي ومنها في سوريا، تصور الحرب ومحاولة النهوض من تبعاتها. فلخص المعنى الأمل في حياة مشرقة جديدة. لبرنامج صباح العراقية، بركان الشكرتشي، لندن.